اهلا وسهلا يا حبيبتي. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. قولي لي بقى، جاهزه انت واختك للدرس؟ اه طبعا جاهزين ومستنيك من بدري. قورتي الكوسه؟ قورتها. طيب ايه ده يا وقعه سودا يا تسالي الكلب، بترشي البنت ايه؟ بتحضري عفاريت؟ واكيد عفاريت مونولوجيست، عايزه تضحك علينا الناس. طب استني عليا ان ما وريتك. نبويه التمساح؟ اه انت الوحيده اللي ممكن تساعديني يا نونو يا نينا يا ناناتي. ازاي يعني؟ انتي لو كلمتي الضابط اللي حقق مع موسى الاشرم. موسى؟ مين موسى الاشرم؟ موسى الاشرم. موسى الاشرم اللي كان واحد من رجاله نبويه التمساح، والبوليس قبض عليه واتقتل. طب انا اروح للضابط اقول له ايه؟ ابدا، انت بس هتعرفي ايه المعلومات اللي قالها له قبل ما يموت. اه ولما يقول لي اجري عليكي كده، اجري ارميها في حجرك وانت بقى تزعيها كده في البرنامج بتاعك، صح؟ يا حبيبتي يا نونو يا نونا يا نوناتي، انا يعني انا مش عارفه اقول لك ايه، دي خدمه انا لا يمكن ابدا هنساها لك العمر كله. اه على اخر الزمن هشتغل مرشد في الشرطه. تعالي مرشد ايه بس يا نونو؟ يا حبيبتي انت كنتي ماشيه كويس، ايه اللي قلبك؟ ايه هشتغل جاسوسه للاعلام؟ جاسوسه ايه؟ ما تفوقي فوقي يا نور بقى، انت نايمه طول الوقت كده. يا حبيبتي ده واجب وطني، احنا كمجتمع متكامل لابد ان احنا نساعد بعضنا علشان نقضي على ظاهره زي النبويه تمساح، وده واجبك كشرطيه شريفه. اه صح. لا والله كلام حلو قوي. دخل دماغي صح. انا بصي انا هطلع احسن منك كعادتي على طول. انا بصي انا هروح للظبط وهكلمه عنك. اوكي. واخد لك ميعاد منه. كويس قوي. وخليه يقابلك. حلو قوي قوي. ويديك المعلومات اللي انت عايزاها. بس انا مش عايزه اكتر من كده والله يا نونو. وده مش عشانك بس، ده عشان البلد، عشان تعرفي ان الشرطه في خدمه الشعب. ميرسي يا نونو، ميرسي يا حبيبتي. انت بتعملي ايه يا ماما؟ ولا حاجه يا حبيبتي ولا حاجه. عرفتيني عليها؟ دي واضح انها نصابه وانت بتقسمي معاها. انا بقسم معاها؟ ماشي كتر خيرك. انا غلطانه دلتكم على ست سرها باتع، انا غلطانه ان خليتكم تحطوا ايديكم على سعاده ولادكم الزوجيه. سعادة ولادنا ايه؟ وكلام فارغ ايه؟ دي الحكاية بتتنيل مش بتتحسن. بقولك ايه؟ أنا مش مبسوطة خالص، أنا غلطانة أساساً إن أنا رحت معاكي. ألو؟ أيوة ست المأمورة. أيوة هما التلاتة قاعدين جنبي أهم، عمالين يتخانقوا، بس أنا مش عارفة هما بيتخانقوا على إيه؟ إيه؟ آه باين لوزة غشتهم في البضاعة. بتقولي إيه؟ على أي حال الحل الوحيد ان احنا نروح للست دي وتعمل لنا عمل جديد من اول وجديد، تعمل لنا حاجه تخلصنا من المصيبه اللي اسمها نور دي الى الابد. يا رب ان شاء الله. وكمان انا مش مقتنعه خالص بالكلام اللي بقعد اقوله ده على التليفون. ايه ده؟ انا عمري ما شفت عمل باللاسلكي. يا جماعه رحبات دي مش هتشتغل لوحدها، القفه مو اتنين بيشيلوها اتنين، احنا المفروض نشتغل معاها ونساعد برضه. تصدقي دي أول مرة تقولي حاجة صح من يوم ما عرفتك. إحنا لازم نعمل خطة يا بنات، لازم نعمل خطة هجوم مش دفاع، لازم نحولها هي من دفاع إلى هجوم، فاهمين حاجة؟ لا مش فاهمين. مش مهم، أنا هقول لكم على الخطة. إيه؟ أيوة يا ست المأمورة، أيوة، شكلهم كده بيتفقوا إنهم يروحوا بكرة عند المعلم اللي عنده البضاعة. اتفضلي يا بنات. مساء الخير يا حبيبي. مساء النور. اديني رقم. اتفضلي يا فندم، اهلا وسهلا. رقم طنبولة؟ لا ده مش تبوله، ده رقم الويتنج. اتفضلي يا حبيبتي، هنا بقى منطقه الويتنج. اتفضلوا. يا جماله يا جماله. الو؟ ايوه ست المأمورة، الحقي دول طلعوا حاطين الفلوس هم عند الريان.
ريان؟ ريان ايه اعتدال؟ توظيف الاموال ده خلص من زمان، اتلغى يا بنتي. ركزي يا اعتدال عشان خاطري، يا ريتني ما بعتك. هتركزي ولا لا؟ راقبيهم بالراحه، ما تخليش حد يحس بيكي، وانا مستنياكي. قولي لي ايه اللي هيحصل كله. ها لو اتكلمت وما سمعتش انا هخلي الكرسي هزاز، قصدي هخلي الموبايل هزاز. يلا يلا، مع السلامه يا جماله يا جماله. ها باي باي. مش عارفه ليه النهارده تعبانه. انتوا بتستعبطوا ولا ايه؟ يعني ايه مش جايب نتيجه؟ بقول لحضرتك ايه، انت مش مهتميه اصلا غير بلوزه وابنها. الله اكبر عليكوا، بصلي حتى في محبه الست. تسلميلي تسلميلي يا ست الكل، ويسلم كل خير. الله يخليك ويسلم من عرفني عليكي. اصل الوليه اللي اسمها نور مش سهله. ايه اللي مش سهلة وصعبة؟ أمال حقدر عليها ومفيش حاجة شوية الهيلمان اللي أنت عاملاهم حوالين نفسك دول. ما تخلي الطبق مستور يا سعاد، وأنا بقول لك مش هقدر عليها، بقول لك إنها مش سهلة، والقرين بتاعها جامد وبيدافع عليها، وبصراحة طالب طلبات كتير. إحنا تحت أمر القرين، من إيدك دي لإيدك دي يا ست الكل، بس خلصناها من المشكلة اللي إحنا فيها دي. ما تخافيش، جراب الست رحبات مليان افتكاسات. خدوا دول. خدي خدي الاحلى عشان كتر خيرك. ده خاتم؟ ده خاتم الهيبه من ملك الجان. كل خاتم من دول عليه خادم، اللي تلبسه فيكو وتدخل على عدو ليها تلاقيه راكع تحت رجليها. امال ايه؟ يعني الخاتم ده يفتح لنا كل السكك ويمنع عنكم الاعداء، بس خلي بالكوا الفص اللي جواه في نقطة زيبق هي اللي مسخرة الخادم. الله 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 عليك يا ست رحبات، سرك باتع. ست الكل ست الكل، شفتي؟ جربيه وشوفي. وانتوا نازلين بقى انتوا التلاتة يا حلوين، سيبوا 5000 جنيه واطلعوا خدوا الخواتم تاني. ايه ده؟ ده ب5000 جنيه؟ ده في الصين بنص دولار. من غير خادم، من غير خادم. خلي بالكوا اللي يرفض الخاتم ده بيتقلب عليه. تحت امرك، ندفع 55 كمان. والنبي وانت نازله ادفع لي 5000 جنيه معاك عشان ما جبتش الفيزا. ادفعي لها، ما جابتش الفيزا. ايوه ايوه، مين معايا؟ الصوت ده مش غريب علي. اعتدال. طب استنى استنى، ما تعدلك يا اعتدال. ها عملت ايه؟ بتقولي ايه؟ هما التلاتة راحوا عند كودا زار بتعمل اسحار وبتحضر عفاريت بالبخار؟ يا نهار، لحسن يكونوا راحوا عند العجوزة ام منقار. اعتدال، اعرفي الاسم بالكامل والعنوان وكلميني على طول. كان قلبي حاسس من يوم ما شفت الوليه اللي اسمها تسالي بترشلي على باب الشقه. طيب يا حموات الندامه، انا بقى هحضر لكم بطريقتي حجاب يخلي حياتكم عذاب ويحولكم انتوا التلاته لذباب. اعطيني دي افندم. اعطيني دي. الله، حضرتك هتنتظري في الويتنج روم. شنو اوضه نوم؟ شنو اوضه نوم يا زول؟ عيب عيب يا زول. اتفضلي حضرتك اتفضلي. داير ايه مني؟ تعالي. داير ايه؟ تعالي خلاص، تعالي اتفضلي معايا. ما تعالي. شكرا تعالي. شكرا يا هالمره يا حلوه يا سكره. انت من كتر حلاوتك النمل هيتلب عليك كده. اتفضلي اتفضلي يا برسيمه. برسيمة حلوة حلوة، برسيمة حلوة، مش هذا البلبلي؟ طب اتفضلي. شكرا شكرا شكرا. سلم حمادة، سافر ما كلمني. حمادة ده، قولي معايا، حمادة ده داير ما كلمني. حمادة ده حلاوة يا حلواني، حلاوة يا حلواني، حلاوة يا شربت. حلاوة يا حلواني، حلاوة يا حلواني، حلاوة يا شربت. سلام عليكم ناس البيت،
كيف اخباركم؟ تمامين؟ كويسين؟ الحمد لله الحمد لله. يا برسيمه يا سميحه يا اختي، يا برسيمه يا سكره يا سكره يا سكره. خلاص كفايه وعليكم السلام. سلام عليكم. خير؟ انا طهر المجالس. الله جاب الله خد دندليب، الله جاب الله خد دندليب. دولاب؟ اسمك دولاب؟ دندليب دندليب ده اسمي، داير اسم ابوي ولا عيب؟ واحد عدى العيب خد اللي بعده. اضحك اضحك خشمك حلو، اضحك اضحك بقك كده اضحك. خلاص مش عايزين اسم ابوك، هنقعد فيه لبكره. ايه مشكلتك؟ انا وبا عليا من راسي، وبا عليا من راسي، وجع في عرضك. يا رب تموتي تدخلي الجنه، يا رب تقعي على نافوخك تدخلي الجنه. ساعديني ساعديني ان شاء الله ساعديني. خير؟ مشكلتك ايه؟ خطواتي بالغلط واموري معكسه، ماني زي زمان مهندسه. براحه عليا شويه، مش فاهمه حاجه من كلامك. انت عايزه ايه؟ شنو شنو؟ انا فهمك، داني دي اداني، ده انفي خشمي محسود، حماتي حماتي عامله لي عمل، دابة اسد حطيته في انفي. ايش اسوي؟ اسيبه كده؟ ايش اسوي؟ يلا قولي. يعني انت محسوده ولا معمول لك عمل؟ من جمالك. جمالي؟ ما انت جميله. اه لازم تتحسدي وتتعكسي. اه اقعدي اقعدي. بامبو سوداني، بامبو بامبو حلواني، بامبو اللب السوداني، بامبو 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 مصر والسودان، بامبو بامبو سوداني. ما داير اعمل؟ اعمل ايه؟ اركب فيلا؟ اركب فيلا في انفي؟ اركب فيلا ولا اقطع انفي؟ ولا فيلا وانا ما انا فيلا. خدي البسي الخاتم ده، هيمنع عنك الحسد وهيمنع عنك الاعمال. خدي ده. ايوه ده شنو ده؟ شنو ده؟ خاتم الهيبه. هيبه تلبسيه يمنع الحسد ويمنع كل حاجه وحشه عنك. داير الزول يهبني وانا هب زول؟ زول يهبني وانا هب زول. قولي معايا، زول يهبني زول يهبك زول يهبك زول يهبك. ده اليوم يخبر ده.